وبس شوف قالوا له بتعمل ايه بس اشوف قالوا له بتعمل ايه بس شوف قالوا له بتعمل ش ش ش ش ش ايه ده ايه ده الدوشه اللي انتوا عاملينها دي ايه عايزين الناس يقولوا علينا اف في نوبه الهستيريا الضاغيه الكاستنائيه المازوخيه اللي احنا فيها دي مين دي اللي بتخرب انا مش بخرب انا بخرب انا مش بخرب انا سعيده انا مبسوطه سعيده النهارده يوم تاريخي يا جدعان تاريخي يوم انتظرته البشريه كلها الشعب المصري والعربي والافريقي كل الامم جامعه جامعه من النهارده مفيش ايام مفيش شهور مفيش سنين من النهارده في تاريخين تاريخين بس تاريخ ما قبل هذا اليوم وتاريخ ما بعد هذا اليوم باختصار باختصار وعشان ما اطولش عليكم كله يمسك اعصابه كله يحضر نمرة الاسعاف تحسبا لاي ازمات قلبية انا اتنارت فتحتي يا جدعان اتنارت فتحتك؟ يعني اتنارت فتحتك ومين اللي قراها؟ يعني اتنارت فتحتي واللي قراها عكس توقعاتك مش واحد ترابي ما الواحد ايه؟ واحد عريس؟ واحد عريس؟ عريس؟ واحد عريس؟ يعني ايه؟ يعني خلاص؟ هتتجوزي؟ يعني هنبقى زينا زي بعض كده ايوه ان شاء الله قريب قوي 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 بس طبعا بنتي هتبقى احلى من بنتك طبعا ان شاء الله يعني خلصي يا ضنت مش هتبقي عابس عيط عيط انتي وامك عيط وعيشوا عيشوا وحسوا بليله من الليالي اللي انا بت فيها دمعتي على خدي عيشوا وبعدين شوفي شوفي الغضب الالهي ابتدى يبان عليكوا والله بصي 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 شوفي شوفي في واحده في الدنيا تخلف واحده لدغه في النون دكتور قولتي خشي بس قولتي في دوركو في دوركو يا اختي في دوركو انتي وبنتك الولاية الصغيرة بتاعتك دي يلا يلا يا ربنا ياخد لي حقي منكو يا رب فين بقى فين بقى بقى الجيران يلا يا حبايبي جايلكو حبايبي هغيز مين ولا مين وغيزكو ايه نفر نفر ولا جماعة نفر نفر ولا جماعة لا 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 ده ثواب الجماعة اكبر بكتير انا اتقرت فتحتي يا بشر قول عبد الصبور ما يموتش انا حسبي الله ونعم الوكيل يا اختي الفضل ممشش بيضحك على بعضه يا اختي اللي خدته القرعه تبقى تاخده في الشعور يا وكسه يا وكسه يا واحد الله بس يا اخويا الله يخرب بيتكم الراجل هيموت مني الله يخرب بيتكم مزيكا يا نادي مزيكا يا عالم ايه اللي انا بسمعه ده ايوه كده ذوقوا بقى اللي ذوقتهولي ذوقوا المرار اللي انا ذوقته عشان انتوا مستوطين حتي وياما بهدلتوني وانا ما كانش عندي مناسبه واحده افرزكوا بيها اديني لقيت المناسبه اتقرت فتحتي يا سلام بيموتوا فيا بيعشقوني يلا خلصنا من العماره فاضل الشارع جايه لك يا شارع الضباب